أسعدتم مساء مشاهدينا الكرام وطابت أوقاتكم، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الأسبوع المغربي. الحدث الأبرز في هذه الحلقة هو سقوط 3 جزائريين جراء قصف جبان في الأراضي الصحراوية، وبالضبط في بئر الحلو بالأراضي الصحراوية المحررة. تزامن هذا الحدث مع غرة نوفمبر. ما هي القراءة ولماذا هذا التوقيت بالضبط؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها أسعد باستضافة الأستاذ بن عمر بن جانا الباحث في الشؤون الأمنية. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا سيدي الكريم. كما أسعد باستضافة الأستاذ عبد الحكيم بغرارة محلل البرنامج الإعلامي والمحلل السياسي. مرحبا أستاذ. مرحبا، شكرا على الدعوة، أهلا بالمشاهدين وبالضيوف الكرام. وسيكون معنا عبر خدمة سكايب من الدنمارك المعارض السياسي المغربي الأستاذ علي أيت الشهبي. الأستاذ علي مرحبا. مرحبا أستاذ. لنذهب إلى الدنمارك حتى نعرف وجهة نظر الأستاذ علي أيت الشهبي المعارض السياسي المغربي. الأستاذ الشهبي، برأيك ما حدث؟ هل كان أمر مبيت نظرا لأنه تزامن أولا مع غرة نوفمبر وتزامن مع انتهاء عقد تجديد أنبوب الغاز الذي كان يمر على المغرب، هل هي مجرد ردة فعل أم اعتداء يعني صريح وواضح؟ أظن على ما أعتقد أستاذ أنه اعتداء يعني صريح وواضح، لأن المخزن حاليا يعني من خلال هذا الهجوم الجبان ضد يعني مدنيين وعزل الجزائريين هو أنه يريد إقحام الجزائر كطرف مباشر في قضية الصحراء الغربية باستهداف هذه المدنيين. يعني هذا هو يعني اللب ديال المشكل، حتى أن المخزن الآن يحاول يعني تزوير الحقائق للإفلات من العقاب على جريمة قتل يعني أبرياء. صراحة أولا، منطقة الحديد الصحراء الغربية هي منطقة بعيدة عن الجدار وخالية من الألغام، والبيان البيان الرسمي أو للمسؤولين المغاربة يتحدث على أنه حق الألغام يعني وقع انفجار، وهذا يعني هناك واحد التناقض يعني لا يمكن أن يكون إلا يعني طيران يعني بدون طيار أو شيء من هذا القبيل. ومسألة أخرى أريد يعني التطرق لها هي أن هذه الحادثة تعتبر يعني جريمة حرب، ويمكن يعني الجزائر أن تتوجه إلى مجلس الأمن كرد يعني. ومسألة أخرى هو أن المخزن يعني يعيش واحد الحالة احتقان داخلي، ويعيش واحد الحالة ديال الضغط يعني ضغط الحرب، لأنه هناك يعني يعيش بين السندان يعني التعتيم على أن هناك حرب في الصحراء الغربية، وفي نفس الوقت اليوم يعني وصل إلى مرحلة يعني استنفاد جميع أوراقه، فهو يريد يعني يريد التضامن الدولي او التضامن يعني العربي او الخليجي، نظرا لانه اصبح يعني معزولا في المنطقه. كما اشرت استاذ، قطع الغاز، غلق الحدود، وكذلك يعني القرار ديال المحكمه الاوروبيه مؤخرا كان يعني انتصارا واضحا للشعب الصحراوي. فأظن أن هذه العوامل تدفع المخزن بأن يعني يجر الجزائر كطرف في هذا الصراع في الصحراء الغربية. شكرا الأستاذ الشهبي. وبالتالي أعتقد بأن كل هذه المعطيات استغلها المغرب من أجل توريط أو محاولة توريط الجزائر بأنها طرف في القضية الصحراوية مثل ما قال الأستاذ أيت شباهي. وعندما قصفوا، وهذا يعني كما يقال هي عناصر يعني مبدئية وليس اتهام نهائي حتى تستكمل الجزائر التحقيق وتكشيفه، وبالتالي فضرب شاحنات جزائرية مدنية ووقوع ضحايا مدنيين يريد المخزن أعتقد بأن يسوق للعالم بأن الجزائر تستعمل الأراضي الصحراوية لتمرير قوافلها التجارية نحو غرب إفريقيا، وهذه منافسة للمغرب. وبالتالي فهذا السيناريو لا أعتقد بأنه
عبتي أو يدخل في سياق التصعيد الجزائري المغربي بقدر ما هو متعلق بالصحراء الغربية ومحاولة يعني إقناع الرأي العام العالمي بأن القضية فيها أطراف متعددة، وبالتالي المغرب من خلال يعني منذ قرار مجلس الأمن الأخير يعمل بطرق مشبوهة كثيرا من أجل تغيير وقائع ملف الصحراء الغربية وإدماجها في خانة بعيدة عن تصفية الاستعمار. وبالتالي فهذا السياق الذي وقعت فيه الحادثة أعتقد بأنه بعيد ربما عن إذا سوقناه بأنه تزامن مع أول نوفمبر سيفقد الحادث الكثير من الأبعاد الدولية التي يمكن أن تستغلها الجزائر. أيد شهبي من الدنمارك، سمعت واش قالوا الضيوف، برأيك هل المغرب اليوم يعني نظام المخزن يتخبط ويريد تسويق مشاكل داخلية خاصة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وها هو يستقوى بذلك الفيروس الذي خلف جرائم في الشرق الأوسط، وهي المنطقة المغاربية تصاب بداء آخر؟ هل المقصود من هذا جر الجزائر إلى مستنقع الحرب التي ليس بمقدوره ربما المواجهة وسيستعين بقوى أجنبية؟ نعم، يعني بكل تأكيد أن المخزن هو كيان وظيفي في المنطقة ويوظف يعني جميع أوراقه. بالنسبة للحرب فهو يعني الآن يعني تحت ضغط كبير بخصوص الحرب في الصحراء الغربية، نظرا يعني للخسائر التي يتكتم عليها المخزن، ونظرا يعني للتعتيم يعني على الأحداث التي تقع يعني في الصحراء الغربية. مسألة أخرى هي الاحتجاجات، هناك يعني احتجاجات عارمة كل أسبوع في المغرب، يعني الأحد الماضي خرجت أكثر من 120 قرى في المغرب تحتج ضد ما يسمى إجبارية التلقيح، وهذا يعني يدل أن المخزن يريد يعني توظيف يعني دب رمي يعني بالمشاكل ديالو نحو الجزائر والبوليزاريو والصحراء الغربية بكل تأكيد. لا 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 المسألة أخرى هو أنه اليوم يعني هناك يعني معتقلين سياسيين، هناك يعني واحد الاحتقان اجتماعي وسياسي يعيشه المغرب، لذلك فهو يعني مصمم على يعني تصدير مشاكله نحو الجزائر، حتى أن الإعلام ديالو يتحدث على المشاكل الجزائر أكثر من مشاكل المغرب، مما يدل على أنه فعلا يعني يتخبط يعني بين يتخبط يعني بين الحقيقة والوهم. مسألة أخرى أنه يريد يعني جمع التضامن الدولي، لأنه لم يعد يعني هناك تضامن دولي مع النظام المخزني، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا أدانته يعني باعتقال ومحاكمة الصحفيين والاعتقالات يعني العشوائية في حق يعني النشطاء، وهذا فهذا كله يعني يجعله يعني يعيش واحد الضغط، لأن أصبح المغرب يعني بلد بوليسي بامتياز، يعني البلد يعني يصعب للإنسان أن يتحدث فيه أو أنه يعني يكتب يعني تدوينة بسيطة يندد يعني بالأوضاع الاجتماعية أو السياسية. لم يعد له هذا الحق في المغرب ديال 2020 للأسف الشديد. فنحن كنشطاء نرى بأنه يريد يعني تصدير المشاكل الداخلية نحو الجزائر، لأن بصدد يعني المغرب يعيش على بركة على فوهة يعني بركان أو انفجار اجتماعي، وهذا يعني شيء يعني يتوقعه يعني الصديق قبل العدو. فلذلك فهو يريد أن يقحم الجزائر في مشاكله في الصحراء الغربية. الجزائر ليست يعني طرف في المشكل، الجزائر يعني مثلها مثل باقي الدول، مثلا حتى ألمانيا تدعم جبهة البوليزاريو، فرنسا قدمت يعني مساعدات للجمهورية الصحراوية مؤخرا، وكذلك إيطاليا. لماذا يعني يتحدثوا عن الجزائر وكأن الجزائر هي من افتعلت هذا المشكل؟ هذه مسألة يعني متناقضة عند المخزن.
لأنه يرى يعني فهو يعني يعتدي على جيرانه ويترك يعني الأسياد دياله لا يستطيع يعني أن ينتقدهم لدعمهم الجمهورية الصحراوية أو كذا، فهو يرى أن الجزائر هي مشكل وهي يعني وهي الطرف الرئيسي في هذا المشكل، بينما الجزائر ليس الطرف الرئيسي في هذا المشكل، بل هناك شعب صحراوي يناضل من أجل قضيته، ناضل لأزيد من 45 سنة ولا زال يناضل، وهذا هي القضية يعني لا أقل ولا أكثر. شكرا شكرا أستاذ الشهيب، ابقى معنا مشاهدينا الكرام. بهذا نأتي إلى نهاية المحور الأول، فصل قصير ابقوا معنا. نعود إليك الأستاذ الشهي، عذرا ما نسيناكش ولكن معنا حتى تأخذ حقك في الكلام، أكيد لك ما تقول بناء على واش سمعت من حوار داخل الأستوديو. تفضل أستاذ الشهي. نعم، لدي تعقيب يعني بسيط، هو أن المخزن هو كيان أو العائلة الملكية في المغرب، هذه الكيانات هذه هي كيانات يعني ميكافيلية، يعني تتعامل بميكافيلية كما نرى اليوم، يعني هناك يعني قتلى، وبنفس الوقت هناك يعني بيان رسمي يتحدث على أن لا المغرب ليست له أي مسؤولية في هذا الهجوم الجبان، فهو يعني يريد يعني جر الجزائر وبأي طريقة إلى حرب مباشرة حتى يلعب يعني دور الضحية. وأنا على ما أعتقد بأن يعني الجزائر لديها عدة خيارات، ويعني لديها يعني من الإمكانيات والحنكة يعني باش أن هذا الحق ضرر كبير خصوصا دوليا بالنسبة ضد هذا الكيان يعني المخزني. اولا يعني عقوبات دوليه على المغرب من مجلس الامن، كاين هناك عده خيارات، ثانيا رفع قضيه لدى المحكمه الدوليه، ثانيا يعني ثالثا يعني رفع القضيه الى الاتحاد الاوروبي وبرلمانات الدول والى البرلمان العربي في حاله اذا ما ثبت يعني ان للمخزن يعني يد في هذا الهجوم، فهو يعني يعتبر يعني جريمة حرب يعني كاملة الأركان، يعني لأن هذه القضية لا أظن أنها ستمر مرة. بالنسبة للمسألة الأخرى، فهو المخزن يعني يتغدى من هذه القضايا داخليا، فهو يروج لها ويروج لنفسه وكأنه الضحية في هذا كله، كما يعني إبان يعني الحرائق التي وقعت في الجزائر، كان يتحدث على أنه ضحية وأن الجزائر فقط تتهمه يعني اتهامات يعني باطلة وكذا، ولكن ظهر يعني دعمه لحركات انفصالية وإرهابية في الجزائر، حتى أنه يعني من خلال السفير ديالو في الأمم المتحدة دعا إلى تقسيم الجزائر. على المقطعة الأستاذ الشهبي، عذر على المقطعة، وأنت العارف بطبيعة النظام المغربي والمتابع الجيد لما يحدث داخل المغرب وخارجه وملاحقة حتى النشطاء المغاربة من قبل المخابرات ومكافحة الجوسسة المغربية، وهذا أمر معروف يعني نطالعه يوميا في المواقع. هل برأيك إذا ما استمر نظام المخزن بهذه السياسات التوسعية والاعتداءات داخل المنطقة وخارجها وجلب ربما من يؤثر على مصلحة دول المنطقة بصفة عامة، سيؤدي هذا إلى زوال الملكية في المغرب؟ نعم بكل تأكيد، حتى أن يعني مؤخرا يعني اللي لاحظناه هو أن الاتحاد الأوروبي ما لبت يعني في كل انتخابات يبارك يعني الحكومات الجديدة في المغرب، لكن هذه المرة لم تكن هناك أي مباركة، كانت هناك يعني واحد صمت يعني باهت وبارد من طرف الاتحاد الأوروبي. كذلك يعني بالنسبة للجزائر فهي دولة محورية وقوة إقليمية في المنطقة، يعني الشعوب المنطقة يحبون الجزائر، لا الشعب المغربي ولا الشعب التونسي والليبي والموريتاني وإخواننا في الجمهورية الصحراوية، كلهم يعني يحبون الجزائر نظرا يعني المبادئ ديالها، وأنها يعني من الدول الممانعة للتطبيع، ولا زالت يعني تدفع الثمن ديالها أنها تقف يعني في صف يعني الشعوب المضطهدة التواقع يعني للتحرر
كما تقف يعني مع الشعب الصحراوي فهي تقف مع الشعب الفلسطيني يعني في نفس يعني الخندق. فهذا يعني يغيض المخزن، لان دابا نتحدث على نظام عنده شرعيه دينيه اماره المؤمنين، وفي نفس الوقت هو رئيس لجنه القدس، وفي نفس الوقت هو يعني مطبع ويدافع قالك في نفس الوقت على القضيه الفلسطينيه. فهذا تناقض كبير لا يمكن يعني ان تكون، لا يمكن يعني وصف السكيزوفرينيا. فبالنسبه يعني للجزائر، فالتيار مثلا المحافظ في المغرب فهو يعلم جيدا بان الموقف الجزائر موقف مشرف يعني مشرف للمنطقه المغاربيه ككل، فهذا يعني يغيظ إمارة المؤمنين. لذلك فهي لم تعد يعني تو كما تنقولوا تتحدى او انها تحارب الجزائر فقط يعني للتوسع وكذا، حتى المسألة الدينية وهاد المحافظين الذين يعني طبقوا يعني الصمت في الداخل المغربي ولم يعبروا عن 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 عن, عن توجهاتهم وعن آرائهم بخصوص يعني المشاكل الحادثة اليوم بين الجزائر وبلاد المخزن. كلمة ختامية الأستاذ علي أيت أشهبي من الدنمارك، في عجالة رجاء. أظن بأن المخزن يعني أفلس داخليا وخارجيا، والآن يعني يريد جر يعني عدم الاستقرار الذي يعيشه داخليا، يريد يعني أن يصدره في منطقتنا المغاربية وخصوصا الجزائر، لأن الجزائر يعني تطورت يعني أخذت يعني أشواطا وأشواطا لبناء دولة حديثة ومتطورة وديمقراطية، وهذا يعني ما لا يريده المخزن. تحياتي. الأستاذ علي أيت شاهين من الدنمارك. مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأسبوع المغاربي. أشكر لكم كرم المتابعة، ولا يفوتني أن أشكر ضيوفي. كان معنا داخل الأستوديو الأستاذ عبد الحكيم بغرارة الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا أستاذ. كما كان معنا الأستاذ بن عمر بن جانا الباحث في الشؤون الأمنية، يعطيك الصحة. وكان معنا عبر خدمة سكايب من الدنمارك الأستاذ علي أيت أشهبي، معارض سياسي مغربي. مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيات الفريق الذي رافقني في إعداد هذه الحلقة. نهاية أسبوع موافقة أتمناها لكم، ويتجدد لقائي بكم غدا في برنامج آخر مع الجالية. أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء.